شكرا السيدة الرئيسة المحترمة، السيدة والسادة النواب المحترمين، شكرا السيد النائب المحترم على طرح هذا السؤال باش نحسنوا الربط الجوي الداخلي وفي إطار رفع من الجاذبية الاقتصادية والسياحية لعدد من الجهات المغربية. كيف تعرفوا تم إبرام عدة اتفاقيات شراكة بين الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية، وزارة النقل، ووزارة المالية، وبعض المجالس ديال الجهات والشركتين الوطنيتين الاثنين اللي هما الخطوط الملكية والعربية للطيران، وهذا الشيء بهدف تمويل دعم الخطوط الجوية الداخلية. مكنت هذه الاتفاقيات من ربط المطارات الوطنية بينها، وخاصة مع القطب الدولي ديال مطار محمد الخامس بالدار البيضاء اللي تتعرفوه هو المركز ديال شركات الخطوط الملكية. وساهمت هذه المبادرات المالية في تطوير النقل الجوي الداخلي، تضاعف عدد المسافرين من 1.5 مليون مسافر سنة 2013 إلى 3 ملايين سنة 2019. وعرف هذا النقل الداخلي تراجع ملموس بسبب تداعيات جائحة كورونا كيف كل شيء كانت يتوقعوا، حيث سجل انخفاض بنسبة 62% سنة 2020 و 47% سنة 2021 مقارنة مع 2019. منذ استئناف حركة النقل الجوي وطنيا ودوليا خلال فبراير الماضي، عرفت الرحلات الجوية الداخلية انتعاش ملحوظ، حيث تم نقل 1.8 مليون مسافر عبر 300 رحلة أسبوعية، وذلك إلى حدود شهر أكتوبر الماضي، وهذا نسبة استرجاع القدرة ديال 70% مقارنة مع سنة 2019. في وفق استرجاع المستويات المسجلة قبل الجائحة، تتواصل الوزارة بتعاون مع كافة المتدخلين المعنيين تطبيق الاتفاقيات الموجودة، وأيضا دراسة مشاريع اتفاقيات أخرى من أجل تعزيز النقل الجوي الداخلي ببلادنا. وشكراً.